استرها يا رب. يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب بنتفرج على نهاية العالم في كل دولة يوم بعد يوم. اندلع حريق اليوم قبل الفجر وانتشرت صور على الانترنت واللي أظهرت ألسنة نيران ضخمة تلتهم طبقات مبنى مقر مديرية أمن الإسماعيلية. في ناس فوق لسه في ناس فوق. وظهر دور الحماية المدنية اللي دفعت عشرات من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق. كمان تدخلت الحماية المدنية من المحافظات المجاورة، وتدخلت وزارة الصحة بدفع سيارات الإسعاف والأطقم الطبية لنقل المصابين. أما عن عدد المصابين اختلفت الأرقام حولهم، فتحدثت مصادر طبية مصرية عن إصابة 26 شخص، ومصادر صحفية لقناة العربية تحدثت عن 100 شخص. ألطف بينا يا رب.